وفكره انه اذا لم يسدد النفقه، ما احنا برضو عندنا مشكله ان هو اجراءات العقوبه اذا لم يسدد النفقه. ما احنا عندنا الدفع او الحبس اللي قالت عليها الحاله، وعندنا دلوقتي جنحه استحدثت في القانون، جنحه الامتناع عن تنفيذ حكم النفقه. طيب خد حكم غيابي، هتقولي لي ما بيتنفذش، ما هو في منظومه تنفيذ الاحكام كلها بقى فيها أزمة. بس دلوقتي بقوا بيعملوا ايه؟ حضرتك بيبقى مواطن سايق كده ويقف في الكمين يقوم الكمبيوتر مطلعه انه عليه حكم. فعلى السيدات انها تبتدي تلجا لجنح الامتناع عن تنفيذ حكم النفقه. بس كمان ده معناه ان احنا بنحط عبء كمان اكتر ان هي ترفع قضيه ثانيه و و و في الوقت اللي هي عليها ان هي ترفع تدفع مصاريف المدرسة وبعدين تجيب لي الفلوس عشان أرفع بيها. مصاريف المدرسة دي مأساة بقى. في كتير جدا غيروا مدارس ولادهم لأن هم مش قادرين إن هم يدفعوا ويستلفوا. لا وفي كتير جدا بيقبلوا حياة زوجية تعيسة بسبب مصاريف المدارس لو طبعاً. مش عايزة طبعاً. تنقل ولادها المدرسة. ما هو بص يا أستاذة لميس، هي دايرة هم بيقعدوا بيقولوا للستات إيه؟ حضرتك ما تشتغليش، مش كده؟ على فكرة لو الستات بتشتغل وعندها دخل مع احترامنا للجواز وان تبقى زوجة صالحة بس مش الخناقات دي مش هتوصل للمرحلة دي. لو حتى لو هي ثابته في المحاكم هي هتعرف تصرف على تعرف تأكل عيالها لغاية. لكن هم بيقولوا لهم اقعدي ما تشتغليش وبعدين يصرف عليها وبعدين يدخل مدرسة غالية وبعدين يتخانقوا يقول لها مش مسدد مصاريف العيال. في ستات تقدر تستلف على فكرة وفي ستات لا. لازم موضوع المدارس يحسم، هي قضية واحدة. هي لديها الولاية التعليمية لكن الحاضن، الولاية التعليمية للحاضن للأم غالبا للأم، لكن الولاية التعليمية دي ملهاش علاقة بالفلوس. لا هي لا هو يدفع. لا 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 الولاية التعليمية ليها علاقة بالملف بس، بالملف بس علاقة بالدرس هو مش يدفع. الفلوس هو مين بيدفع مصاريف المدرسة؟ هو الأب بس أرفع قضية. طيب. وكل سنة بصي يا أستاذة لميس كل سنة أرفع قضية. ليه؟ المنطق القانوني البسيط إيه؟ أنا دفعت وبسترد اللي دفعته. طيب أنا عاجزة عن الدفع أهو أعمل. طب وليه دفعته وسترد اللي دفعته؟ هو ليه ما بيدفعش هو من الأصل؟ مش ما بيدفعش، ممتنع. ممتنع. هو ممتنع. ممتنع خلاص أهو. والمدرسة ممكن ترفض العيال. لا ودلوقتي بقوا بيعملوا بيمنعوا النتيجة وبيمنعوا تسليم الكتب. طيب فهي الموضوع منظومة صعبة جدا. بس ده كمان علشان نتكلم نرجع لملف الواحد كمان علينا إن احنا نتكلم على محاكم الأسرة. يعني تخيلوا كده المحاكم الاقتصادية شكلها إيه ومحاكم الأسرة شكلها إيه. لأنه في تكدس رهيب في القضايا، القصة متشابكة، هي منظومة متكاملة وإحنا بنحل هذا الموضوع. طيب معلش يا أستاذة لميس نحسب موضوع المدرسة ده، يبقى عندنا مطلب واضح. الأب اللي بيدفع مصاريف أولاده قبل الطلاق المحاكم تلزمه بسداد المصاريف إلا إن أقام دليل إن دخله اتغير وافتقر. هو يقيم الدليل. أنا مش مطلوب مني حاجة، أنا مطلوب أروح أقول عيالي في المدرسة الفلانية وأبوهم كان بيدفع، المحكمة تلزمه يدفع، يروح يقول أنا افتقرت، الكورونا طردوني من شغلي، حرب أوكرانيا، أي حاجة يقول زي ما هو عايز. ممكن يطلع ورقة بالأساسي بتاعه ويقول يطلع ورق أنا باخد 5000. بس ده كمان ملوش علاقة بالمدرسة، المدرسة هتخش طرف هتقول لك أنا ماليش دعوة. لا المدرسة لا، هو يدفع. في مشكلة المحكمة تلزمه يدفع وبحكم واحد. مش حضرتك على فكرة في ستات بدأت قضايا مصاريف المدارس من الحضانة لغاية الثانوية العامة كل سنة بيرفعوا قضية. طيب يعني انتوا طالبين انه يبقى فيه يعني الملف الواحد. طبعا ملف الواحد امام محكمة الاسرة، الست ما تفضلش تلف كعب داير على المحاكم وتلف كعب داير على 500 قضية. وفي بقى حاجات مرتبطة بتغيير المكان وان هي ما عندهاش عقد مسجل وحواجز.